انا احباب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. جاني واحد الخبر قلت لابد انني نوصل لكم ونفرح به الاخوان ديالنا اللي كاينين هنا الاجانب اللي كاينين هنا في ايطاليا. وكما تتعرفون اخوتي القناه ديالنا القناه دائما ديال المصداقيه، تنحاول ما امكن اننا الاخبار اللي كاينه نتحروا المصداقيه ديالها، لكن لا باس انا لغايه الساعه مازال تتحرى المصداقيه ديال هذا الخبر هذا، ومازال تنبحث فيه واش بصح هاد المسألة كاينة أو ما كايناش. لكن كما قلت لكم إيطاليا عودتنا دائما، يعني كما قلت لكم في هاد المسائل ديال القوانين، إيطاليا راه البلد ديال التناقضات، القضية اللي تتقول يعني راه ما كاين لا قانون لا والو، تقدروا يفتحوا قانون. لذلك الأخبار اللي جاتني تدخل بأنه راه في شهر 9 في سبتمبر غادي يحلوا قانون خاص بالأجانب. أنا داك الشيء اللي تنشوف أنا دابا حاليا بأنه حتى ديكريتو فلوس هاد ديال هاد السنوات الأخيرة، راه بزاف ديال الناس يعني اللي دافعين الطلبات ديالهم ما حصلوش على انه لا اوسطا وما جاوش هنايا. والان كذلك الفلاحه راه تيتشكاو من هاد الخصاص اللي كاين في اليد العامله اللي براتشانتي اللي يخدموا في هاد السيتوات ديال الفلاحه كما تعرفوا. ومؤخرا حنا شفنا بانهم تيخدموا الناس نوار، وهاد الشيء راه خارج على القانون وتيعاقب عليه القانون انهم يخدموا الناس نوار. وعلاش خدموا الناس نوار؟ لانهم دايرين الطلبات ديالهم دافعين الطلبات ديالهم وما توصلوش ما جاوهمش الناس اللي غادي يخدموا لهم، فلذلك تيخدموا الناس نوار. ولكن القانون راه ما غاديش يحميهم كما شفنا مؤخرا الوفاه ديال داك الهندي اللي خدام في هادشي النيت ديال الفلاحه. المهم هاد المساله هادي غادي تخلي العديد ديال عباد الله يعني ديال الفلاحه غادي يستغناو على دوك الناس اللي مخدمينهم من نوار، لانهم غادي يخافوا على رسوم، لان المراقبه دابا تشدات اكثر من بعد الحادثه ديال هذاك الخدام الهندي اللي توفى بسبب الاهمال ديال المشغل ديالو. المهم اللي كاين اللي باش ما نطولش عليكم بزاف هذا الخبر هذا اخوتي، هو انه انايا تنقدر نقول بانه ممكن يعني الخبر يقدر يكون صحيح. جاني مع بعض الناس اللي تاهما عندهم المام بالمسائل ديال الاجانب هنا في ايطاليا، تانا تنقول بانه ممكن يكون صحيح هذا، غير هي ماشي 100% ولا زلت مازال تنتحرى المصداقيه ديال هذا الخبر هذا، ومازال تنتصل ببعض الجهات اللي هي مسؤوله على هذه المسائل هذه ديال القوانين ديال الاجانب هنا في ايطاليا. المهم هذا خبر زوين، تنتمنى لماذا تنتمنى انه النيت الدوله الايطاليه دير قانون وتسوي الوضعيه ديال هاد الناس اللي كاينين هنايا ومستعدين انهم يبداو الخدمه ديالهم هنايا، سيرتو في هاد المسائل ديال الفلاحه كما قلت لكم، لانهم بعد الحادثه ديال هاد الهندي هذا كاينه مراقبه كبيره دابا على الفلاحه وعلى الخدامه اللي مخدمينهم. والاغلبيه ديال الخدامه يعني اللي كاينين مساكن خدامين في الفلاحه دابا حاليا، اغلبيه ديالهم ما عندهمش وراق يعني دي كلونديستان ومخدمينهم وتحرطوا عليهم كما تعرفوا ب 6 اورو 5 اورو كاين اللي تبع 4 اورو وخدام بها. علاش؟ لانهم ما عندهم لا وراق لا حتى شي حاجه. المهم ما علينا الا اننا نتسناو وتتمنى ان هذا الخبر يكون فعلا نيت خبر صحيح، وهذا ما اتمناه باش يسووا كاع الناس اللي كاينين هنا في ايطاليا يسووا الوضعيه ديالهم كيفاش غادي يكون هاد السناتوريه اش غادي يطلبوا فيها الله اعلم. المهم تنتمناو انه يكون الخبر هذا صحيح وتتمناو انه تحل السناتوريه، وديك الساعه غادا نقول لكم يعني شنو هما هي الشروط للحصول على بيرميس سوجورنو في هاد السناتوريه اللي ضروريه حاليا في ايطاليا، انها خاصها تكون سناتوريه تسوي الوضعيه ديال الناس اللي خدامين سيرتو اللي خدامين في النوار دابا عندنا حاليا في ايطاليا. هذا ما نتمناه، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، حاولوا توزعوا هاد الفيديو هذا على الاصحاب ديالكم. وحاجه اخرى تنوصي بها الناس اللي كلونديستان اللي كاينين هنايا، حاولوا يعني ما هز معك لا ورقه لا حتى شي حاجه، علاش دوك البوليس اعطيهم السميه ديالك صحيح، ما عندك لا ورقه لا حتى شي حاجه، ما عندك مناش تخاف. في حاله مثلا تحل القانون عتلقاش راسك راك عاطيهم انهم يفارصوا، لان انهم يفارصوا حتى هو راه تعاقب عليه القانون تقريبا بخمسه ديال الاشهر ديال السجن. المهم احذوا راسكم، وانسان ما يدير لا مشاكل لا حتى شي حاجه، وان شاء الله كانت سناتوريا راه غادي يتمكن انه يصيب الاوراق ديالو. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.